هداية الدلالة والإرشاد، فهذه يملكها الرسل والأنبياء وأهل العلم، كلهم يدلون على الحق ويبينونه ويبصرونه. ولهذا قال: وإنك لتهدي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ربما يقول قائل: لماذا الله جل وعلا قال لنبيه في آية وإنك لتهدي، وفي آية أخرى يقول إنك لا تهدي من أحببت؟ أليس هذا تعارض؟ نقول لا، ما هو بتعارض هذا، وحاشا وكلا. فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد وتبين. إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تقدر على توفيق الناس وقبولهم الحق، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين الآيتين، وإنما تتعارض عند من لا علم عنده. أما البصير بالقرآن والبصير بالعلم فلا القرآن لا يتعارض أبدا، والسنة لا تتعارض، لأنها تنزيل من حكيم حميد. لكن الشأن باللي يفهم ويجمع بين الأدلة.